أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم. اسمي بسام. اسمي وانج يانهوا. لقد قمنا في الدرس الماضي بتعلم أسلوب الننشاكو. أستاذة، هل اليوم سنقوم بحركات جديدة؟ نعم، لنبدأ. اليوم سنواصل تعلم الحركات الأساسية للننشاكو. مشاهدينا الكرام، اليوم سنتعلم من الأستاذة طريقة إمساك الننشاكو، فتابعوا معنا. حمل الننشاكو من الخلف، ضم القدمين وسط القمة، اسحب القدم اليسرى وارفع الننشاكو باليد اليمنى إلى جانب الكتف، امسك المقبض باليد اليسرى من خلف الخصر، شد السلسلة واحمل الننشاكو من الخلف، من الخلف وعد. شد الننشاكو، القدم اليسرى إلى الوراء، اترك المقبض، حرك الننشاكو إلى اليسار واستلمه باليد اليسرى، ارفع اليسرى إلى مستوى الكتف، ضع اليد اليمنى أمام الصدر للدفاع، اسحب الننشاكو وعد. امسك المقبض، اسحب القدم اليسرى إلى الوراء وامسك الننشاكو باليد اليسرى وادفعه، شد السلسلة وعد. ارفع الننشاكو، اسحب القدم اليسرى إلى الوراء، اترك المقبض، تسلم الننشاكو من الخلف، امسك المقبض باليد اليسرى، شد السلسلة، اخفيه وراء الخصر، انظر إليه، اسحب الننشاكو وعد. تقديم التحية بالننشاكو، ضم القدمين وسط القمة، تقدم بالقدم اليسرى إلى الأمام، ثم تقدم باليمنى وقرب القدمين، ضع اليدين هكذا أمام الصدر، الكف اليسرى ممدودة وامسك بالننشاكو باليمنى، انظر إلى الأمام، اسحب اليدين إلى جانبي الجسم، اسحب القدم اليسرى. مستوى الننشاكو عند المؤخرة.
يتميز الننشاكو بسهولة الحمل، يمكنك أن تطوي المقبضين وتضعه بجانب خصرك. آه، إنه مثل خنجر. صدقت، ولكن قوة النونشاكو أشد من قوة الخنجر بكثير، فهو يجمع بين النعومة والصلابة وسهولة السحب والدفع. إنه يناسب الهجوم من مسافة قصيرة، فهو سلاح جيد للدفاع عن النفس. الآن سنتعلم الشق والرفع بالننشاكو. ضم القدمين وسط قمة وامسك بالمقبضين باليد اليمنى. اسحب القدم اليسرى إلى الوراء. ارفع الننشاكو إلى أعلى وامسكه تحت الإبط الأيمن. حركه باليد اليمنى وشق إلى أسفل يسارا، ثم ارفع الننشاكو إلى أعلى يمينا، ثم شق إلى أسفل الأمام، وارفع الننشاكو إلى أعلى يسارا، ثم شق إلى أسفل يمينا، ثم ارفع الننشاكو إلى أعلى، أدر الننشاكو وادفع الكفة، ثم ارجع إلى وضع البداية. تمرن معي على الشق والرفع بالننشاكو مرة أخرى. والآن سنتعلم الدوران السحابي والشق المائل. ضم القدمين وسط قمة. امسك الننشاكو باليد اليمنى. اسحب القدم اليسرى إلى الوراء وارفع الننشاكو ممسكا به تحت الإبط. قم بالدوران السحابي فوق الرأس، ثم شق إلى أسفل يسار وعد. كرر الحركة معي مرة أخرى. انتبه إلى حركات اليد. والآن سنتعلم التلويح الأفقية. ضم القدمين وسط قمة. اسحب القدم اليسرى إلى الوراء واترك المقبض باء، ولوح بالننشاكو في اليسار أفقيا. تسلم الننشاكو باليد اليسرى ولوح باليد اليمنى إلى اليسار، ثم كرر الحركة. استلم الننشاكو باليد اليمنى، ثم اسحب الننشاكو الآن نتمرن معاً على التلويح الأفقي بالننشاكو. الآن سنتعلم الدوران العمودي. ضم القدمين واستقم. اسحب القدم اليسرى إلى الوراء وارفع الننشاكو باليد اليمنى وامسكه تحت الإبط. أدر الننشاكو عمودياً باتجاه الأمام لثلاث مرات. حرك المعصم إلى الداخل وتقبض المقبض باء. ادفع الكفة اليسرى إلى الأمام واسحب الننشاكو. تمرن معي على الدوران العمودي. خلال الشق والرفع بالننشاكو يجب مراعاة سلاسة الربط بين الحركات. خلال الدوران السحابي والشق المائل، عند الشق أسرع حركتك واستدر قليلاً إلى اليمين. خلال التلويح الأفقي استعن بقوة الخصر. خلال الدوران العمودي اتخذ المعصم محوراً، ثم في النهاية حرك المعصم إلى الداخل لتقبض الننشاكو.
جدا واجتهاد. قد مضى الوقت بسرعة. أعزائي المشاهدين، هل أتقنتم جميع الحركات في هذا الدرس؟ أستاذة، هل سنواصل تعلم حركات جديدة؟ نعم. حتى الآن قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء.